بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ضحية الأسد مع شقة 140 متر سعرها حاليا بالسوق العقاري 340 مليون. نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر بالاشتراك واللايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات اكثر. عم نشوف هون الموزع على ايدي اليمين الصالون، عم نشوف مساحة جيدة. نحن اليوم بضاحية الأسد جزيرة E3 طابق أول، مساحة الشقة 140 متر مثل ما عم نشوف، إكساء جديد، تسليم فوري، تنازل جمعي. أي نظرة أوسع للصالون. يوم الأحد الماضي عرضت شقة مساحتها 200 متر بالأمجاد مع تراس 25 متر، هي رابط على الشاشة. أي نظرة من الشباك الصالون، طبعا الصالون من ضمنه كمان بلكون حنشوفها مع بعض. أي نظرة لباب البلكون، عم نشوف إطلالة مفتوحة، عم يظهر معنا هون رقم الواتساب لأي استفسار بخصوص هذا العقار أو أي عقار تاني موجود عندي على القناة، أو أي حدا عنده عقار حابب يسوقه معي. أي النظرة مكان ما دخلنا من الصالون. برجع بذكر مساحتها 140 متر، 3 غرف وصالون وبلكون. على ايدي اليمين الغرفة رقم 1 كمان مساحتها جيدة. الاطلالة تبعها نفس الاطلالة البلكون اللي شفناها. اي منطقة حابين خدم لكم اياها ممكن تكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات. هاي الغرفة رقم 2 كمان مساحتها جيدة، الشباك تبعها على الشارع مباشرة. برجع بذكر ضاحية الأسد جزيرة E3 طابق أول، وبذكر بالاشتراك واللايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات. كل وسائل التواصل موجودة بأول تعليق. عم نشوف هون الحمام رقم 1 هو المشترك للغرف، طبعا جاهز من سيراميك وقعدة والبانيو. هي الغرفة رقم 3 والأخيرة بهي الشقة، مساحتها كبيرة، الشباك كمان تبعها على الشارع. هي النظرة للأبواب، إكساء جديد. عندي فيديوهات كتير بمدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق وإدسيا وضاحية إدسيا. هي نظرة لباب الشقة اللي دخلنا منه. عندي هذا الحمام رقم 2 هو الحمام العربي، وهي المطبخ مساحته جيدة، طبعا جاهز من خزن ورخامة. الاطلالة كمان تبعه بتشوف الشارع مثل ما عم نشوف حاليا. هي نظرة اوسع. هي كانت شقتنا اليوم ضاحية الاسد جزيرة E3 مساحة 140 متر، سعرها حاليا بالسوق العقاري 340 مليون. وان شاء الله اشوفكم شقة جديدة وعقار جديد من دمشق وريفا، ورمضان كريم.